عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديري لبس عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وأحسن الأحوال والظروف إن شاء الله. اليوم جيت بهذا الفيديو، بغيت نبارطاجي معكم بعض الطويبات اللي بغى نفصلها. قلت علاش لا نبارطاجي واحد الفيديو سيو ماشين تويبات اللي بغيت نفصل كسسوا بور لا كوليكسيون، او كاينين هنا بعض التويبات اللي اختاروهم بعض لي كليونت باش نخدم لهم بهم جليبات ديالهم. الوغ كاينين عندي هنا تويبات اللي غنعاود فيهم لي كاب اوسي، لان تبارك الله عليهم الدوموند بزاف بزاف، بغاو الناس سورتو كيف ما كتعرفوا لي كاب دابا مع لوقيته ديال البرد كيتلبسوا بزاف وعندهم بزاف ديال الاستعمالات كوسوا مع العصري. كيف ما ديجا قلت في اللايف اللي كنت درت، كنت بغيت ندير لايف ولكن بان لي التصوير ماشي هو هذاك. كيف ما قلت لكم لي لايف ما كيجيش تصوير زوين، ما تيجيش باين، ما كيجيوش لي كولور بليتو تا هما باينين في لا فيديو. قررت ندير لا فيديو ومن بعد نبارطاجيه معكم في لاشين. اذا كما قلت لكم عندي هنا تويبات ديال البرد اللي صلاحوا الجليبات اللي سخانين، وكان كذلك واحد الفودان اللي خطير كان عهدنا به تقريبا صافي شي 3 سنين. هادي الفودان اللي موجود في السوق ولا داك الفودان اللي إلاستيك وغليظ شي شويه، دابا رجعوا لنا الفودان اللي كان خدمنا به صافي كما قلت لكم دابا شي 3 سنين، زوين واعر، وجابوا لنا فيه الجديد في اللوينات. كنا كنخدموا فيه شي لوينات اللي قلالين بزاف، الوغ هذا العام دخل بلوينات اللي كثار، عجبني بزاف سيرتو حنا في اكادير. لي كليونت سيرتو ديال اكادير كيبغيو شي حاجه اللي تكون 2 سيزون، حيت كيف ما قلت لكم ما كيكونش عندنا في اكادير البرد بزاف، يعني ما كيكونش عندنا داك البرد القاسح اللي كيستدعي انك تلبسي جلابه او تونيك او اي حاجه اللي توب سخون بزاف. الوغ بالنسبه للتوابات اللي عندي هنا سخانين، كان عندي لي كوموند من بلايص اللي كيكون عندهم البرد قاسح بحال مراكش، بحال ورزازات، دمنات، كاين مكناس كذلك، عندي دي كليونت من مكناس اللي بغاو حتى هما الثوب يكون سخيخ شويه. كاين بعض المناطق اللي فريمون كيكون البرد عندهم قاسح بزاف، الله يحسن العوان، وما كيبغيوش يستغناو على الجلابه المغربيه اللي كتكون حاضره في جميع لي سيزون ديالنا. الوغ بلا ما نطول عليكم الهضره، غنخليكم بارطاجي معكم التويبات اي ابري تشوفوا معايا اللوينات. الوغ نبدا لكم بالفودان اللي عجبني كيف ما قلت لكم هذه السنه، ورجع بالوان كثيره بزاف و توندونس. نبداو بهذا البلو مارين، ها هو كيف ما كتشوفوا معايا هذا البلو مارين، ها هو كيما قلت لكم هذا ما غليتش بزاف و ميم طون ما كيتيرش، الا كتلاحظوا ما كيتيرش. دونك كسوا تنبات طرز اي حاجه تقدر تخدم عليه. هذاك الاخر كان كيتير بزاف، الوغ المعلمات كيجيهم صعيب المرمه باش يشدوا بها الثوب اللي كيكون الاستيك، الوغ ملي كتكمل الطرزه او الرشمه من بدا بالعقيق كتعطينا واحد شويه ديال الديكالاج في الثوب، دونك هذاك الالاستيك كان كيجينا كنلقاو صعوبة بزاف هذاك فودان الاستيك باش نخدمو عليه اي رشمه او طرزه او كيف ما قلت لكم تنبات. الوغ ها هو هذا، شفتوا لي بيسور ديالو، و تيجي 2 سيزون او في واحد ليكلا في لي كولور ديالو غزال، زوين بزاف لا في اللبسه ديالو ولا في الطيحه ديال الثوب. كيف ما كتشوفوا الثوب تيجي طايح، ها هو كما كتشوفوا معايا تيجي طايح في اللبسه ديالو، او ميم طون عطينا هاد ليكلا ديال الالوان اللي زوين، وهاد لافاس اللي كتكون في الدان. الوغ كاين هاد البلو بصي، كاين هاد البيستاش في نفس النوع ديال الثوب كيف ما كتشوفوا،
صراحة الألوان كيبانو غيال أحسن من أحسن من الكاميرا. شفتوا اللوين بيستاش راقي وزوين، ولكن كيف ما قلت لكم دومي سيزون، بحال لو موا ديسمبر لو موا جانفي فيفري، هاد لي 3 موا ولا 4 موا اللي تيكون فريمون البرد بزاف في العام، وهاد 3 شهور ولا 4 شهور هما اللي تيكون فيهم البرد قاصح بزاف. هذا ما تيمشيش في هذيك الوقيته، سيرتو كيف ما قلت لكم في المدن اللي تيكون فيها البرد قاصح بزاف. الوغ كاين هاد البيستاش، كاين هاد اللون الرائع، ها هو اوسي هاد اللون الرائع راقي جدا، وفي هاد الوقيته ديال البرد حتى هو الالوان المغلوقه كتجي احسن في هاد لا سيزون ديال البرد. واحد الاخضر ماشي خضر ملكي وماشي خزي، اخضر رائع، جايبين الخضر الملكي والخزي، كنتمنى يكون اللون باين. شفتوا كما قلت لكم هاد الفودان تيجي طايح حريري او ميم طون ما كيتيراش، نقدروا نخدموا فيه اي خدمه بغينا، نقدروا نديروا بالكاتر فيل دبيبينا ولا جوزه صغيره مع عقيده بلديين صغار وطريسنات رقاق، كتجي خدمه كلاس وبعقلها كيف ما كنقولوا. كيف ما قلت لكم اننا نطرزوا باللوينات، طرز رباطي او لا نديروا فيه الرنده باللوينات كذلك، على حساب لا كليونت اشنو كتبغي وعلى حساب الطلاج ديال شاك كليونت. كاين اللي كتبغي اللوينات اللي حامين كيف ما كنقولوا واتيرونت، وكاين اللي كتبغي اللون في اللون وكتكون جلابه كيف ما كنقولوا قلت لكم بعقلها، تيكون فيها شويه ديال الكترفيل في الدبينه ولا دبيبينه او لا دولاره او لا شي حاجه اللي هي كتجي خفيفه واللون في اللون. الوغ حنا هادشي كيبقى على حساب الرغبه ديال كل كليونت، كنقترحوا اقتراح وفي الاخر كنشوفوا اشنو علاش تفهمنا فينالمون. اذا بحال بالنسبه للطرز عندي واحد لا بياس هنا مخدومه بالبيستاش، هي بيستاش ودرنا ليها هنا كيف ما قلت لكم درنا ليها هنا واحد الطريزه، ها هي كيف ما كتشوفوا الفيغ رويال وهذا الربيعي، ودخلنا معاها البرونز في الطرزه او ميم طون دخلنا كذلك البرونز في العماره، مشاو هنا الطريسنات باللون ديال الثوب وبالسق اللي في البرونز والعقيدات حتى هما في اللون ديال الثوب. هنا كيف ما كتشوفوا الدريسه كذلك مشات بالبيستاش اللون ديال الثوب ودخلنا معاه السم في البرونز، وجات طريزه واحده اخرى مديكاليه مع هادي، وحده في الصدر وحده في النيفو ديال الهونش، جاوا هكا جوج طريزات مديكاليين. وهنايا كملنا بطريسنات رقاقين في اللون ديال الثوب والبرونز في الصم، درنا به واحد الترسم في الوسط كيف ما كتشوفوا الصراحه جات الخدمه رقيقه ورويقيه، والطرزات كيف ما شفتوا معايا جاوا في جوج بلايص، والغطيل ديالها هنايا في القبيل، هانتوما كيف ما كتشوفوا الخضر الملكي مع هذا الربيعي والبرونز با بلوس. جات لا بيس زوينه بصحه مولاتها، حيت هذه خدمناها سير كوموند، هانتوما الخدمه ديال الكميمات صراحه جات راقيه زوينه. هنا البيستاش ودخلنا معه هذاك الخضيضر كيف ما كتشوفوا. على غنرجعوا للتويبات ديالنا، كيف ما نقدروا نديروا رشمه منبته بالعقيق، نقدروا نديروا كيف ما قلت لكم الرنده، كاينين بزاف كاينين بزاف شكيلات في الرنده حتى هي اللي كطلب بهم لا بياس غزاله. انا غنخلي لكم النمره ديال الواتساب في صندوق الوصف، اللي بغى يشوف
دوتر موديل اللي كنطلعوا في تويبات، صيفط ليا باغ واتساب ونصيفط لك لي موديل ان شاء الله. وهنايا عندنا لو نوار ارقى لون بالنسبه ليا انا، اللي كيمشي مع الكبير ومع الصغير ومع اللي بغى الكلاس ومع اللي بغى التوندونس ومع اي نوع من خياطه او اي نوع اي لوينات اي حاجه تقدري تخدمي حتى اللون في اللون. الجلابه كتطلع كلها نوار راقيه جدا، طريسنا ترقي وقين وعقيده بلديين رقاقين وشي لوايه هكا بالعقيق مهرس في الجناب. الله يجعل البركه. النوار كيف ما كنقولوا فارد راسو بوحدو، كيف ما كتشوفوا معايا الا لاحظتوا واحد الملاحظه، لو نوار ديال هذا الفودان فريمون ناصح 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 مزيان. ما عرفتش عندي شي طرف هنا في النوار باش كومباري ليكم، فريمون هذا ناصح في هذا الفودان هذا اللي جبت مؤخرا غزال النوار ديالو. الراندا باللوينات سيفا كذلك وطريسنات باللوينات، علاش لا، اي حاجه تقدر تخدم فيه طريزات باللوينات، اي حاجه تقدر تخدم باللوينات. وكيف ما قلت لكم ممكن نخدموه بالنوار نيت وغتجي جلابه بعقلها، وفي نفس الوقت النوار اللي فيه غيكون عطيها اكثر لو شارم زوين، حيت لو نوار ديالو فريمون ناصح بزاف. قليل فاش كنلقاو لو نوار سيرتو في هاد التويبات، سيرتو كيما قلت لكم في هاد التويبات سخيخنين صغار باش كنلقاو هكا لو نوار ناصح فريمون تيكون قليل. الوغ في هاد لا كوليكسيون ديال هاد اللي خرجت هاد العام هاد النوار ديالو زوين بزاف. وهنا عندنا اللون طوندونس تا هو راقي زوين كيف ما كتشوفوا معايا، بغيت نوريكم الطيحه ديال الثوب. هو نفس الثوب فودان اللي كنهضر لكم عليه من الاول، غير لا كولور اللي كاينه الطوندونس دابا واحد لورانج اللي ميل للترابي، خلط بين لورانج والترابي، ماشي داك لورانج الفاقع فريمون، ماشي داك لورانج الفاقع، حيت شحال من وحده كتعشق الجليبه في لورانج، ولكن كاين واحد لورانج اللي شويه ماشي اي وحده تقدر تزعم انها تلبسو، ولكن هذا غزال ممكن تلبسو كبيره ممكن تلبسو صغيره. وبالنسبه للموديل كل وحده و لو شوا ديالها في الموديل اللي تقدر تخدم فيه. وكذلك حتى لا كوب، كاين اللي كيبغي لا كوب مخزنيه بحال هكا، الكتيفات هكا طايحين وكتجي عريضه بحال هكا وكتجي قصيره من الطول كو سوا في الكميمات او في الطول ديال الجلابه. وكاينه اللي ما كتجيش مع هاد الفصاله سيرتو لي فام اللي قصارات ما كتجيهمش هاد الفصاله مخزنيه، الا كانت قصيره سيرتو الا كانت قصيره وغليظه ما كتجيهمش مزيانه، كيفضلوا انهم يبقاو في لا كوب العاديه اللي كيكونوا هنا الاكتيفات سير ميزور، وهنايا حتى هو تيمشي سير ميزور. ومن التحت كاينه اللي كتبغيها ايفازي عريضه. كيف ما قلت لكم بالنسبه للخرجه ديال الجلابه من التحت اللي كتكون عاديه، كاينه اللي كتبغيها ايفازي عريضه بزاف، وكاينه اللي كتبغيها ضغوات، وكاينه اللي كتبغيها بين وبين، ما كتبغيش داك الثوب يكون كثير في التحت. ما كنصحهمش بداك العرض بزاف التحت سيرتو مع هاد التويبات اللي تيكونوا غلاضين شي شويه، مازال الكريب وتويبات اللي رقاقين ماشي مشكل. هنايا غادي نكملوا الفودان بهاد الالاستيك اللي قلت لكم هو اللي كان هاد السنوات اللي دازو واحد 2 ولا 3 ها هو كيف ما كتشوفوا معايا. صراحه المعلمات كانوا كيلقاو فيه مشكل كبير في الطرز ديالو او التنبات ديالو، كيتيره بالعرض بزاف، كيتيره بالطول شي شويه. باقي عندي فيه هاد البلوسيل، قررت انني نخدم فيه لي كاب. لي كاب كيف ما قلت لكم مطلوبين بزاف هاد العام. كيف ما قلت لكم رومت لي السلعه ديالو باش انه نخدم فيه لي كاب في هاد البلو جين، البلو جين بليتو بلو سيال بلو جين
هو من اللور غيكون باين لكم اللون ديالو اكثر بلوجين، كيمشي مع الجينات نيت مع العصري، او ميم طون يقدر يتلبس فوق من الجلابه الا كان الثوب ديالها رقيق وكان بارد الحال، كيتلبس داك الكاب من الفوق او مع شي قفطان. غير هو بالنسبه لهاد الالوان الا كان غيتلبسو مع القفطان ولا شي حاجه ضروري خص من نفس الفصيله ديال اللون، او لا كنديرو كاب في النواغ اللي كيمشي لينا مع كل شيء. الوغ بالنسبه للتويبات ديال الفودان ها هما ساليتهم. نشوف الا كان باقي عندي في لا فيديو، ما هضرناش بزاف حيت صراحه الهضره ميزان كتروها كتاخذ لينا بزاف الوقت. الا ما كثرتش بزاف في لا فيديو نبارطاجي معكم لي تويبات الاخرين اللي باقيين سخانين. الوغ نزيد نبارطاجي معكم واحد جوج تويبات من هادو اللي كيف ما قلت لكم سخانين بزاف ديال اللقيطه ديال فريمون البرد، ولكن ما يبقاش لينا الوقت بزاف، فقط غنبارطاجي معكم جوج تويبات. عندي هنا مليفه غليظه كشمير باش كيبان لكم لي بيسور ديال الثوب فريمون غليظ سخون. هذه كيتخدموا بها لي مونطو كيف ما كيتخدموا بها جليلبات، داكشي علاش خديتها انا ليس بالجليلبات. تمشي فيها جلابه قصيره بالافتيحات ولي بوط فهاد الوقيته ديال البرد كتجي رائعه. غير كيف ما قلت لكم بالنسبه للمدن اللي ما تيكونش فيهم البرد بزاف تيكون فقط شهر شهر ونص حتى شهرين في العام، ولكن كيف ما قلت لكم كاين بعض المدن اللي تيبقى فيها البرد 4 شهور حتى 5 شهور والبرد مطول معاهم. الوغ هنايا كيف ما كتشوفوا هو ثوب واقف وسخيخن الصراحه ديال هاد لا سيزون هادي اللي داخله. هذا البلو مارين مليفه غليظه اولا نقدروا نقولوا كشمير رقيق، هي مليفه النوع ديالو مليفه ولكن غليظه حتى هي تقدر تمشي نص طوق كيف ما قلت لكم بالدبانه اولا البرشمان، حتى البرشمان كيجي في هاد التويبات زوين الصراحه. ملي كيكون الثوب ثقيل ما كنبغيوش نزيدو عليه خدمه حتى هي ثقيله اللي بحال التنبات او الطرز، وهذا دونك كنكتفيو بالكاترفيل كيف ما قلت لكم كنكتفيو بالكاترفيل شي زواقه تتجي في جناب ديال السفيفه با بلوس، وكنركزو على الصاله تكون بيسه قصيره كيف ما قلت لكم تقدر تلبس مع لي بوط مع لي زيسبادري. وغادي نوريكم هذا اللي موتيف حتى هو سخون ديال الخيط غليظ هانتوما كيف ما كتشوفوا فيه البلو سيال والبلو غوا في لا باز بلون كاسي شفتوا كي تيبان. المهم هذا هو الثوب الموتيف الوحيد اللي شاركت معكم اليوم. الموتيف هو حتى هو كيفرض عليك انك ما ترزيش ما تعمريش فقط نستوق بحال بالنسبه لهذا الثوب نقدروا نخدموه بالزرق رغمت ليه هذا ديالو العماره ديالو غادي فريمون غادي يجي راقي وزوين بالافتيحات كيف ما قلت لكم في الجنيبات غادي يمشي زوين ضريسه رقيقه ضريسنا ترقاقين كتبان الخدمه بحال مخدومه باليد ميم سي كنخدمو بالماكينه كتبان بحال الخدمه ديال اليد. كنتمنى ان التويبات اللي بارطاجيت معكم اليوم يعجبوكم. هاد الجلابه اللي لابسه اليوم فيها هنايا طرز شويه ديال الماكينه وشويه باليد جات بحال الشكل ديال السلسله، وخرناها هنا بهاد الشوشيات فيهم هاد الفيغ كاناري اللي دخلنا على لا بيس والكرونا اللي هو اللون الاصلي ديال الثوب. هذا الفودان اللي دويت لكم عليه اللي الاستيك كيتيرا هو اللي في هاد لا بيس، ولكن جا زوين نستق بالعقيدات باللون ديال لا بيس وهاد الفيغ كاناري. وجينا الكميمات ودرنا لهم كذلك هاد الشوشيات باللوينات ودرنا هاد السنيسلات هنا
درنا هاد السنيسلات هنا كغابيل ديال هادو، ودرنا اوسي غابيل فوق ليه كيف ما كتشوفوا معايا، فيه حتى هو شويشيات وطريزة بهادوك السنيسلات. كنتمنى يكون واضح، كنتمنى يكون واضح ليكم. ودرنا هنا شويه ديال لي بيرل في الحد ديال الشوشيه، درنا عقيقات هنا بالبرونز طويولين بحال هكا، عطاو شويه ديال لابريونس في لابيس، وجات راقيه بالكرونه وهذا الفيغ كناغي اللي دخلنا عليه. كنتمنى تكون لا فيديو ديال اليوم عجبتكم وما تكونش طويله، صراحه ما كرهتش نبارطاجي معكم تويبات اخرين، ان شاء الله قولوها ليا في لي كومونتير انا نزيد نبارطاجي معكم الاخرين الا كنتو انتريسي. اللي مازال ما اشتركش في القناه كنتمنى انه يشترك معنا في لاشين. شكرا بزاف للمشتركات الجديدات اللي معايا في لاشين، كنتمنى انني نكون عند حسن ظن الجميع. وبالنسبه للمشتركات القدامات كنشكرهم حتى هما بزاف بزاف، هما ديما معنا، وان شاء الله تكبر العائله كيف ما كنقولوا اكثر واكثر، ونكون عند حسن ظن الجميع. ما تنسونيش من لي لايك ولي كومونتير الزوينين اللي كتشجعونا بهم اكثر واكثر. شكرا على حسن المتابعه ديالكم. اللي انتريسي بشي حاجه ابروبو الدومين ديالي الخياطه يقدر يقولها ليا في لي كومونتير، نطرق لكم ليها في لي فيديو الجايين ان شاء الله على حسب الوقت. كنشكركم بزاف، الى اللقاء فيديو قادم بحول الله، الى اللقاء.